خلصت البرنامج وزبطت التصميم والأمور طيبة، الآن بدي أشتغل الكود. لحتى الآن ما في أي تفاعل في البرنامج. بدي أجي أبدأ في الكود. مبدئيا بدي أعرف المتغير بالانس، هذا عشان يحتوي هذا الكلام، إحنا شرحناه أيام الأوبجكت أورينتد بالمناسبة الكود، بس خلينا نعيده تاني. بدي أعرف دبل بالانس جلوبال، وبدي أعرف كاونتر لعدد السنوات، هدول المتغيرين عشان أستخدمهم تحت أنا بدي إياهم برايفت انتجر ييرز، تمام. وبدي اجي هنا اعمل الضغط على الزر، اعمل اكشن على الزر، فباجي على البي تي ان كالكوليت سيت اون اكشن نيو، وبعمل الليسنر تبعي. خلاص فهمت ايش معناته من الفيديو اللي قبل، وباجي هنا بكتب كودي. لما يضغط على الزر شو بدك تعمل؟ اول حاجه المفروض اقرا القيم اللي موجوده في الحقول، تمام. فباجي للحقل الاول اللي هو التكست فيلد الانيشيال بالانس دوت، كيف بدي اجيب القيمه اللي فيه؟ فيش جيت نمبر، بس دائما في جيت تكست. اول ملاحظه بدك تلاحظها في هذا الفيديو، جيت تكست بتجيب النص من الحقل، ست تكست بتودي النص على الحقل، فجيت تكست بتجيبها وبتخزنها في متغير. لو اجيت حكيت له دبل الانيشيال بالانس بيساوي الكلام هذا، بيضحكوا عليك الناس. ليش؟ بيقول لك كيف انت جايب نص ومخزنه في الدبل؟ ما بينفعش. طب يا عمي انا متاكد انه هذا هيدخله المستخدم، مثلا رقم، كيف ممكن تحول نص لرقم؟ تعمل له ايش يا عيني عليك؟ بارس دبل دوت بارس دبل، بدك تعمل بارس دبل للتكست فيلد. اذا التكست فيلد اللي موجود في الشاشه عشان اجيب القيمه منه بحكي له جيت تكست، وممكن تعمل تريم عشان تشيل الاطراف لو في سبيسز في البدايه والنهايه. هيك جبت القيمه تبعته. نفس القضيه بجيب القيمه بتبعت الانترست ريت بيساوي، روح اعمل دبل دوت بارس دبل لمين؟ للتكست فيلد، الا النص اللي في التكست فيلد الانترست ريت دوت جيت تكست، هات لي التكست منه دوت، اذا في سبيسز زياده شيلهم في البدايه وفي النهايه. هيني قرات القيم من الحقول، هذه اول شغله. ثاني شغله المفروض بدي اعمل العمليه. بالله هو لما انت كنت تضغط على كالكوليت مش كان فعليا ايش يسوي؟ كان يعرض لك السنة اللي كانت تزيد معك دائما، فأول عملية كان يعملها كان يعمل لك years plus plus، هاي تزويد السنوات. طيب تاني عملية انه يجيب ربح السنة الحالية. المبلغ نفسه مبدئيا بدي اعتبر البالانس هو الانيشيال بالانس لو اول مرة، يعني بدي احكي له البالانس بيساوي الانيشيال بالانس، بدي اخزن القيمة اللي دخلها المستخدم في الانيشيال بالانس، بس هذه لأول مرة. ليش؟ لاني بدي اورجيك شغلة. لو جيت الآن شغلت البرنامج اللي في البداية عملته اللي عرضته لك في الأول الجاهز، هاي 1010 كالكوليت، المفروض المبلغ الربح تبع السنة هاي 100 دولار صح؟ كيف جابه؟ ضرب رأس المال المبلغ الأساسي في 10 فطلع لك ال 100 دولار. طيب المفروض السنة الثانية هيعتبر البالانس هو ال 1100، فهيضرب ال 1100 في 10 فهيطلع 110، لأنه هذا ربح تراكمي، تمام. إذا اول سنه بس انت بدك تعتبر الانيشيال بالانس هو البالانس، في السنوات اللي بعد هيك بده يضل البالانس هو نفسه البالانس القديم زائد نسبه الربح. فكيف بدي اقول له اذا اول سنه خلي خزن الرقم اللي دخله المستخدم في البالانس؟ بحكي له اف اذا اليرز، صح؟ اذا اليرز بيساوي زيرو، يعني اول سنه بيكون لسه اليرز ما عدتش ولا عدى، فخزن الرقم اللي دخله المستخدم في البالانس، بعد هيك يبدا يشتغل عليه. كيف بده يبدا يشتغل عليه؟ بدي احكي له اول حاجه بدي احسب الربح تبع السنه الحاليه، هاي اللي في النص ال100. كيف حسب ال100؟ هي عباره عن البالانس ضرب ال10%، الكرنت يير انترست هي عباره عن البالانس ضرب ال10% اللي هي مين؟ اللي هي الانترست ريت على 100 اللي دخلها المستخدم، انا بديش اثبتها 10%، فالقيمه اللي دخلها المستخدم على 100 مضروبه في البالانس بيطلع لي ربح السنه. طب التوتال هو عبارة عن البالانس مجموع عليه الكرنت واي ايرنينجز، صح ولا لا؟ في السنة اللي وراها لما يضغط هيزود السنة واحد هتصير اثنين، هيجيب الربح هيكون البالانس تبع السنة اللي قبلها، يا عيني عليك، اللي هو هيضربه وهيجيب 10%، بعدين هيجمعه للبالانس. ليش أنا ما عملتهم في جملة واحدة؟ ما كنت قادر أعمل له زي هيك، بالانس يساوي بالانس بالانس زائد بيساوي الكلام هذا، صح ولا لا؟ كنت قادر اعمل زي هيك، بس فصلتهم لانه هو طالب مني في التصميم اعرض ربح السنه لحال والربح الكلي لحال، هو اللي طالب مني كده. طيب كيف بدي اعرضهم على الشاشه؟ زي ما جبتهم من الشاشه بالجيت تكست بعرضهم بالست تكست، ليبل السنه اليرز دوت ست
تكست اللي هو مين؟ اليرز 100%. بس اليرز هذا رقم ما بنفعش تحطها في تكست لانه الست تكست تستقبل سترينج، فبتبعتها تحكي له سترينج دوت فاليو اوف عشان تحول اي حاجه لسترينج بتبعتها بالفاليو اوف. طيب جميل. الثانيه اللي هي الكرنت يير ايرنينجز، ليبل الكرنت يير ايرنينجز دوت ست تكست، نفس القضيه بدي ابعت فاليو اوف لمين؟ للسي واي اي. بتبعت سترينج زي هيك دوت value of CYI. بس هنا هذا الرقم دبل، والرقم هذا بالعمليات زي ما هنشوف بعد شوية هيطلع لك رقم فيه كتير أرقام بعد الفاصلة. فأنا لو بدي رقمين بس بعد الفاصلة أو ثلاث أرقام أو رقم واحد بعد الفاصلة شو أعمل؟ صح؟ print f. بس print f بتطبع في الكونسول ما بتطبعش في الواجهة. كيف ممكن أعمل نفس عمل print f في السترينج نفسها؟ في ميثود حلوة اسمها format تعمل عمل نفس print f، تديها النمط تبعك مثلا في المية 2 اف. شو يعني؟ يعني بدي اعمل رقمين بعد الفاصلة، فباجي في المية 2 اف وبروح بقول له الفاصلة هذه فاصلة الالف، فاصلة الالف عشان كل ثلاث ارقام يحط لي بينهم فاصلة، وببعث له الرقم اللي وراه اللي هو السي واي اي. تمام. ولو بدي اشارة دولار عشان المبلغ يطلع بالدولار بعمل زي هيك. ففي المية 2 اف اذا مش فاكر شو معناها ارجع للبرنت اف اللي اخذناها زمان. نفس القضية لمين؟ لاخر عنصر اللي هو التوتال بالانس. المفروض التوتال بالانس نفس الاشي بس للمتغير اللي اسمه ايش؟ بالانس. تمام. هيك انا عبيت الحقول على الشاشة. تعال نجرب كلامنا صح ولا مش صح. لو اجيت انا عملت 1000 هنا وعشرة وكالكوليت قال لي ربحت اول حاجة 100 وكل ربحك 1100. طب السنة الثانية شايف بدأ يحسب لي صح. هذا الكلام اللي انا بدي اياه حرفيا. بس بدي ضلت شغلتين، اني كل مرة الربح يجيني هنا، يعني كل مرة ادخل فيها القيم تيجي في المنطقة هاي. كيف ممكن اعملها؟ نفس الكلام اللي انا اخذته بس بضيفه على مين؟ على التكست اريا. تكست اريا دوت ست تكست. ست تكست هذه بتاخد تكست وبتعبيه على التكست اريا. لو انا كل مرة بدي اضيف تكست جديد، في عندي ميثود اسمها append text. append text append معناها اضافة، يعني تضيف على السابق. كل مرة انا بدي اضيف نفس المحتوى هذا بدي انسخ ونسخ. تمام. بدي اقول له انت في الير، هذا كنص حلو يطلع له، يعني في الير اللي رقمها كذا، في السنة اللي رقمها كذا، من غير هنا value of لانه في علامتين تنصيص، فلحاله بتحول اي حاجة concatenated مع نص بتتحول لنص زائد. فانا في السنة اللي رقمها كذا you earned، انت ربحت مبلغ وقدره زائد، وبكتب له المبلغ تبع المبلغ وقدره، هذا نفس المبلغ اللي انت كتبته هنا، زائد and مثلا your total balance is، ومبلغك او رصيدك الكلي هو عبارة عن المبلغ هذا. صح ولا لا؟ بس كنص منسق فقط مش اكتر. زائد سلاش ان عشان ما يحطهمش جنب بعض، ينزل سطر جديد. فمرة تانية الابين تكست بتضيف لك على النص اضافة، او بتعمل set text get text القديم زائد النص الجديد، كلاهما صحيح. لو جيت شغلت البرنامج المفروض هنا حط 1000 10% calculate، قال لك هيك شايف. كل مرة الريكورد اللي قبل اللي اختفى من هنا بنحفظ لك هنا موجود عندك في الشاشة، وبيورجيك انت لو بدك تستثمر مالك بنسبة ربح معينة خلال كم سنة هيصير كيف، بيورجيك الهيستوري بتبعك. اخر خطوة ضلت اني اعمل export لملف. بدي اعمل الضغط على الزر، فباجي هنا البي تي ان اكسبورت دوت سيت اون اكشن نيو، وبعطي الايفنت هاندلنج اللي موجود هنا، وبعطي هنا الكود اللي انا بدي اياه. كيف بدي اعمل احفظ الكلام اللي في بدي احفظ اللي في التكست اريا؟ كيف بدي احفظ اللي في التكست اريا؟ في فايل بروح شو بعمل؟ بعمل حاجه اسمها فايل تشوزر. يعني عليك فايل تشوزر هذا يا عزيزي عباره عن تول او عبارة عن كلاس، عنصر موجود في الـ fx من خلاله انت بتقدر تعمل سيف او اوبن. كيف يعني؟ يعني تعمل فايل تشوزر نيو فايل تشوزر مثلا، صح؟ زي هيك. وبتقدر تيجي تقول له فايل تشوزر دوت شو اوبن دايلوج او سيف دايلوج، ما انت يا بدك تعمل سيف يا فتح يا حفظ، صح ولا لا؟ انا بدي حفظ سيف ديالوج، وبدي مين؟ الويندو اللي انا فيها اللي هي مين؟ الستيج، البرايمري ستيج، بعطيه الستيج تبعتي.
لانه دائما شاشه الفتح لما شايف لما تعمل نيو الشاشه هذه بتطلع فوق الستيج تاعت البرنامج، ما بتقدرش ترجع البرنامج تعمل لوك للشاشه تاعت البرنامج، فدائما بتكون في الفرونت. طيب مبدئيا انا بدي اورجيك بس شو المقصود بهذا الكلام. فلو جيت شغلت المفروض الفايل تشوزر لما تضغط عليه بيطلع لك، شايف بيطلع لك شاشه زي هيك، هذا هو الفايل تشوزر وهو سيف، تقدر تغير خصائصه. نرجع مره ثانيه، كيف ممكن اغير خصائصه؟ ممكن تيجي تقول له الفايل تشوزر دوت سيت تايتل مثلا، بتقول له مثلا سيف انفستمنت فايل مثلا مثلا. ممكن تغير الامتدادات اللي موجوده، بتقول له سيت مثلا او جيت اكستنشن فلترز دوت اد، وبتضيف الاكستنشن فلتر اللي بدك اياه، او اد اول لو بدك تضيف اكثر من واحد. نيو اكستنشن فلتر، ايش الاكستنشن فلتر؟ هلقيت احكي لك ايش الاكستنشن فلتر. تدي الديسكريبشن تبعك والاكستنشن، تمام؟ شو الديسكريبشن تبعك؟ مثلا تكست فايلز، وهنا تدي مثلا اول دوت تي اكس تي، ماشي؟ طيب لو جيت شغلت هيك شو بيطلع لك؟ لو عملت اكسبورت بيطلع لك زي هيك تكست فايلز تي اكس تي، يعني انت مسموح لك تختار من تحفظ الاشياء اللي موجوده هنا. حلو الكلام، ممتاز، هذا اسمه اكستنشن فلتر، وبتعمل الخصائص اللي بدي اياه وفي الاخر بتعمل سيف دايلوج. طيب يا عمي كيف انا بدي اكتب الكلام اللي موجود في التكست اريا على الفايل؟ قال لك الحلو في الموضوع انك انت لما بتيجي بتشغل البرنامج وبتعمل سيف تكتب الملف اللي بدك اياه دوت تي اكس تي، اول ما تعمل سيف وظيفه هاي الشاشه انها تروح في المسار اللي انت محدده باسم الملف اللي انت محدده، تروح تعمل انشاء لملف جديد على الجهاز. يا عيني عليك، يعني هي باشمهندس تعمل ملف جديد لحالها؟ اه بتعمل ملف جديد بس بتكتبش فيه، تعمل لك ملف جديد وبتقول لك خذ يا عم هي المؤشر تبعه، بترجع لك اوبجكت من نوع ايه؟ من نوع فايل. يا عيني عليك، فبتيجي بتقول له الفايل اف بيساوي الكلام هذا، وشغلك باللي بتفهمه في الفايل تطبق عمليه الكتابه. كيف بدي اعمل كتابه؟ بعمل تراي كاتش، تراي بالشكل هذا، تمام، تراي وذ ريسورسز المفروض اخذناها في فيديوهات الفايل، تمام، تراي وذ ريسورسز. كيف بدي اكتب؟ برنت رايتر، بعمل برنت رايتر، برنت رايتر بيساوي نيو برنت رايتر، تمام، وبدي الفايل بتبعي، تمام، وبعمل له كاتش هنا، تمام، الكاتش لا فايل نوت فاوند، هذا الكلام شرحناه بالتفصيل في الفايلز، لو مش فاكره ارجع له. فايل نوت فاوند اكسبشن، وهنا قل لي مثلا اي رساله خطا مش معنيين احنا بالكلام هذا، وهنا bw دوت شو برنت، لانه انا مره واحده بدي اكتب برنت لين مثلا، وبدي التكست اريا دوت جيت تكست، بس خلصنا. اعمل كلوز؟ لا، لانه التراي وذ ريسورسز لحالها بتعمل كلوز، ممتاز. فلو جيت شغلت البرنامج كده، هذا برنامجنا، نتأكد هيك نشغله، هاي برنامجنا. لو جيت شغلت البرنامج دخلت 1000 10 كالكوليت، احسب 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 احسب، في الاخر اعمل اكسبورت لملف، روح لي على الديسكتوب يا عزيزي، بدي اسمي الملف جعفر دوت تي اكس تي، تمام، وين الملف هذا موجود؟ جعفر دوت تي اكس تي، هيو عرض لك اياه وعرض لك المحتوى بتبعه. اذا هيك احنا طبقنا كل اللي بدنا اياه من الفايل، في الاخر بتسكر البرنامج، بتسكر من هنا وبيطفي. هذا الكلام اللي احنا حكيناه بدي اياك تطبقه هو او غيره او اي مثال مشابه لولا مره واحده فقط، بعد هيك مش رح نتعامل من الكود، رح نتعامل من الوجهات، وهكمل شرح باقي العناصر على الوجهات، بس في الفيديو اللي بعد هذا رح احكي لك شويه عن السي اس اس وكيف ممكن انت تستخدمها في برنامجك.